الفلفل احنا بنزرعه من شهر تقريبا 12 لشهر 12، بس احنا حاليا عشان في عندنا موسم توت بيجي في شهر 9 نضطر عادة احنا نخلعه ونبلش ننظف الارض من شي شهر 8، من 10/8 لشهر 9 عشان نجهز للتوت للفراولة. والله أسوأ ما تشافه، طب في مرض والله ما عرفنا علاجه. والله صار الفلفل حاليا 7/8 البوكسة حسب تجارهم أصحاب الأسواق، كل يوم سوق. طبعا مرات بكون عليه طلب ومرات لا. طبعا بدك متابعة، بدك اهتمام، وبدك دواء، وبدك عمال لإله، وبدك كل شيء لإله. والله أجا، والسنة اللي فاتت والله زرعنا وأجا كمان أضعف كمان.